منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة اليوم هو يوم مهم أيضا، ربما المواضيع تتنوع وتختلف إلا أن الهدف الرئيسي واحد، وهو تدعيم ودعم الشباب وتمكينهم من الأماكن المختلفة وصناع القرار ودعمهم لاتخاذ القرارات الصحيحة وأيضا الاستفادة من توصياتهم فيما بعد أو في نهاية المنتدى. ولكن نتحدث عن هذه المواضيع ودعم الشباب، معي الآن ضيفي الأستاذ ماهر الفضالي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. برحب بحضرتك يا فندم معنا. بنتكلم يا فندم عن تدعيم الشباب وتمكينهم، كيف ترى ذلك في خلال هذا المؤتمر وخلال الايام الماضيه واليوم؟ شوف يا استاذ بيبرس، انا عايز اقول لحضرتك ان احنا النهارده في المنتدى شباب العالم في النسخه الرابعه، احنا شفنا النهارده القياده السياسيه مؤمنه بقدرات الشباب وطموحات الشباب وتمكينهم في مؤسسات الدوله. النهارده شفنا نواب وزراء، نواب محافظين، عندنا عدد كبير في مجلس النواب، عندنا عدد كبير في مجلس الشيوخ، لاول مره شفنا الكلام ده، ما كناش بنشوفه عمرنا قبل كده. شفنا النهارده شباب بيتحاور مع رئيس الجمهوريه، ودي اكبر قياده سياسيه موجوده في البلد. كنا قبل كده لا بنشوف شاب يقدر يتكلم مع محافظ ولا مع وزير. النهارده احنا في مصر الجديده، الشباب عندهم امل وعندهم مستقبل في بكره، والرئيس السيسي مؤمن بقدرات الشباب وطموحاتهم. وكمان لو تشوف الرئيس السيسي دائما هو ماسك في ايده اجنده بيدون كل كبيره وصغيره فيها، ده يرجع لايه؟ يرجع ان هو مؤمن بالشباب وبقدرات الشباب وطروحات الشباب وباراء الشباب، ومؤمن بتمكينهم في مؤسسات الدوله. لاول مره النهارده بنشوف عدد كبير من النواب المحافظين، عدد كبير من النواب الوزراء لتأهيلهم للقيادة، ده يرجع ان القيادة السياسية امنت بقدرات الشباب وطموحاتهم وتمكينهم في المجتمع المصري. استاذ ماهر، طيب كمان عايزين نتكلم بقى عن الندوات المختلفة والتحديات. يمكن النهاردة ندوات خاصة جدا بالفن، خاصة جدا بربط المنتدى الشباب بالبرمجة وبرمجة الكمبيوترز، دعم الشباب والاخذ بتوصياتهم. كلمنا عن اختلاف هذه الندوات. شوف، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم ساري جدا بالموضوعات والجلسات العامة، يعني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشاركة في العديد منها، ومنها مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد كورونا، والشباب في مواجهة التحديات البيئية، وعندنا الاستراتيجية المصرية للاستثمار في الموارد المائية، ودي مهمة جدا. لو نشوف النهاردة المشروع الضخم لتبطين الترع في جمهورية مصر العربية، ده يقول إن الدولة متجهة إلى الترشيد، إلى استخدام المياه بطريقه مختلفه، الى تحويل الري الغمر الى الري بالتنقيط. لا، احنا الدوله النهارده بتاخد نهج كبير جدا. عندنا كمان جلسه مهمه جدا، وهي منظور جيل زد ما بعد جائحه كورونا في العالم كله. وجيل زد اللي هو من مواليد 1995 ل 2010، وده الجيل اللي عصر السوشيال ميديا وتطور السوشيال ميديا واتبنت شخصيته عليه، وبيقابل مشاكل وبيقول اراءه كمان عليه، فلازم تتفاعل معاه وتهتم بيه وتعرف تبقى متفاعل معاه ازاي. كمان عندنا كمان من الجلسات المهمه تعزيز جوده حياه الانسان، حياه كريمه. ولما اقول حياه كريمه لازم نتوقف عندها، لان المبادره الاضخم في التاريخ 58 بتخدم 58 مليون مواطن مصري في الريف المصري بتكلفه 700 مليار، ده رقم كبير جدا. النهارده الريف المصري بيدخلوا الطرق، بتدخلوا الوحدات الصحيه، بتدخلوا التليفونات، بيدخلوا الغاز اللي احنا كنا كانت عليه حرب وطوابير، النهارده دخل الريف المصري، دخل الكره في الريف المصري. عندنا كمان جلسات مهمه جدا، زي جلسات التنميه، دعم التنميه الشركات الناشئه ودور التكنولوجيا وتاثيرها عليها، كمان من الجلسات المهمه جدا. لا، انا بقول لحضرتك ان منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه مختلف جدا، ساري جدا، الشباب كلها استفادت فيه. كمان شباب العالم مع الشباب المصري بيتبادلوا الثقافات المختلفه، وده مهم جدا، الاهتمام بالشباب وتمكين الشباب، ولكن ايضا استخدام هذه الافكار والابداعات ونقلها وتبادلها بين الشباب بين دول العالم بشكل عام، هي النقطه الاهم والخاصه في منتدى شباب العالم. شكرا لكريم بيبرس، مفدى التلفزيون المصري في شرم الشيخ.